بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الاثنين الموافق 24 يوليو لعام 2023. يوم الاثنين هو بداية العمل الرسمي الحكومي والقطاع العام وكافة المصالح الحكومية والبنوك عقب أجازة نهاية الأسبوع وأجازتي العام الهجري الجديد وعيد الثورة المجيد. أجازة 4 أيام، عودة إلى العمل اعتبارا من اليوم. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة للتنسيق التام والمستمر من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريع ومناسبة عودة السادة المواطنين من المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي والمدن الساحلية عقب انتهاء أجازة عيد الثورة المجيد وأجازة نهاية الأسبوع وأيضا العام الهجري الجديد. عودة بسلامة الله إلى القاهرة الكبرى بالنسبة للمقيمين بالقاهرة الكبرى أو المتدربين عليها لقضاء احتياجاتهم العملية من المحافظات الأخرى. لذلك قامت الإدارة العامة للمرور بتعزيز خدمات المرور على الطرق السريعة بمجموعات الدراجات البخارية والسيارات الغسل الفوري والسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والإدارات للتأكد من التزام قيد السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور. أيضا تم تعزيز كافة مناطق الأعمال بخدمات مرورية مكثفة نظرا لزيادة أحجام السيارات اليوم من خلال مجموعات الانتشار السريع وذلك لإرشاد قيد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. أيضا تم تعزيز كافة المناطق التجارية وأيضا المتنزهات المطلة على المسطحات المائية بخدمات مرورية لمنع الانتظار الخطي والوقوف الممنوع وإرشاد قيد السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. بدأت ظواهر الكثافات المتحركة حاليا على محور صلاح سالم في الاتجاهين وعلى كوبري 6 أكتوبر تحديدا أعلى الوصلة المعلقة اتجاه غمر رمسيس ومن الجهة الأخرى أعلى 6 أكتوبر تحديدا أعلى عبد المنعم رياض اتجاه غمر رمسيس. لذلك يفضل القادم من شرق القاهرة من محور صلاح سالم سلوك كوبري الفدوس المستحدث اتجاه نفا الأزهر والذي يشهد حاليا سيولة مرضية. أيضا القادم من مناطق الجيزة أعلى كوبري 6 أكتوبر من أفضل سلوك منزل كوبري 6 أكتوبر اتجاه شارع رمسيس يمينا شارع عبد الخالق صفوت اتجاه نفق الأزهر لتخفيف الضغط المروري على كوبري 6 أكتوبر اتجاه غمر رمسيس اتجاه مناطق مدينة نصر ومنزل شارع صلاح سالم. أعلى الطريق الدائري ابتدى يصل فيه كثافات متحركة حاليا وتحديدا أعلى المضيطية اتجاه ميدان الرماية نزله من الغلق الجزئي من نفس الموقع وأيضا أعلى الطريق الدائري القادم بنفق إن إيه زهراء المعادي والمعادي اتجاه مدن التجمعات الجديدة بسبب مناطق الأعمال اللي بتتم حاليا بأعمال التوسيع والتطوير الموجودة حاليا بالطريق الدائري. الطريق الوحاتي يوجد به غلق جزئي اليوم بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنفس الموقع بالإضافة إلى إنشاء كوبري للمشاة أمام مدينة الفردوس فيوجد غلق جزء من نفس الموقع بطريق الواحات. لذلك تم تعزيز تلك المنطقة بخدمات مرورية وذلك لسحب أي كثافات مرورية قد تحدث وخاصة في مناطق الأعمال. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية في منافذ القاهرة الكبرى محطة تحصيل الرسوم بالنسبة للطرق السريعة وأبرزها طريق الإسكندرية الصحراوي طريق وادي النطرون العالمين وكذلك بالنسبة لطريق الأطمية العين السخنة وطريق السويس الصحراوي بمناسبة عودة السادة المواطنين من المحافظات الأخرى والمدن الساحلية بالإضافة إلى المنشآت الهامة والحيوية الموجودة على تلك الطرق واللي بيتم تعزيزها بخدمات مرورية لسحب أي كثافات مرورية بنفس الموقع. حاليا توجد خدمات مرورية مكثفة في منافذ القاهرة الكبرى المؤدية إلى مناطق الأعمال وأبرزها محور 26 يوليو حيث يشهد محور 26 يوليو خاصة القادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه محور 26 يوليو اتجاه مناطق ميدان لبنان والمهندسين. لذلك يفضل التوجه إلى الطريق السياحي للهرم حتى يمكن أن نخفف ضغط المرور على محور 26 يوليو والذي يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة.
ايضا اعلى كوبي 15 مايو معلوم بالنسبه للغلق الكلي، اعلى كوبي 15 مايو واللي هيستمر لمده 6 اشهر وانشاء مطلع مستحدث بنفس الموقع، لذلك يفضل استخدام المسطحات الارضيه وشارع النيل السياحي. الحملات المرورية مستمرة على كافة أنواع المخلفات لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري مع إرشاد قائدي السيارات مع ارتفاع شديد لدرجات الحرارة والقوة الحرارية بخفض السرعة وعدم الوقوف في أي مواقف عشوائية منعا لأي تكدسات أو تراكمات مرورية تؤدي إلى زيادة الكثافات المرورية. في نهاية الفقرة المرورية بنشر سلاح قائدي السيارات التزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور.